مواليد مدينة تازة واستقرينا في فاس. من بعد كانت الهجرة لبلجيكا، جينا احنا صغار واستقرينا في بلجيكا في مدينة أنتفيرب. بدايتي كانت في عمر ديال 6 سنين، يعني أول مرة تنكتشف أو بحال اللي بغيت نقول لكم بلي واحد من العائلة ديالي تكتشف أني عندي موهبة الغناء، فهذه يعني كانت من البدايات. فبالنسبة للحفلة اللي كانت عندي في ألمانيا، كانت أول مرة، يعني كان أول لقاء عندي مع الجمهور الألماني. بصراحة كان واحد التفاعل، يعني كان واحد اللقاء ما كنتش تنتظره، لأن يعني أول مرة ويعني أنا جديدة عليهم وهما ناس جداد عليا. ففريمون كان واحد التفاعل ما كنتش تنتظره، وكانت حفلة زوينة، الجمهور تفاعل معايا. بالنسبه للاعمال اللي كانوا عندي قبل، يعني على لي فيديو كليب، كانت عندي اغنيه اللي كانت صورت، يعني جات في واحد لو مومون اللي كنت ندرس الموسيقى في مصر، كانت اغنيه للثوره كانت لمصر. يعني هذا تنحسبوا فيديو لانه دعا واحد المده قصيره. الاغنيه الوطنيه ما تكونش عندها، يعني ما تتبقاش في الاذاعات، تدوز بزاف كان روتانا مزيكا والعديد من القنوات اللي معروفه. بالنسبه للفيديو الثاني، فيديو كليب اللي كنت درت، كانت اغنيه مغربيه ديو مع جواد شاكر. ف يعني بصراحه انا بقى تنقول مازال ما كاينش شي حاجه اللي لذاك شي حاجه اللي واو ولا لو توب، باقي ان شاء الله اللي غيكون في المستقبل. بصراحه فهاد لي دو فيديو كليب باقي ما لقيتش راسي، ما باقي ما وصلتش لذاك الشيء اللي انا باغيه. وكاين يعني من غير لي فيديو كليب، كاين عندي تقريبا البوم اللي واجد، عندي شي 14 الاغنيه اللي واجده. مي دابا ان شاء الله خديت يعني المساله بشويه ديال سيريو، باش غادي نبداو ان شاء الله في الانتاج وغيكونوا اغاني في المستوى. وانا حاليا حنا في صدد تحضير اغاني دي فيديو كليب جديده، لانني يعني حاليا وقعت مع شركه كويتيه، وتنبغي نخلي يعني المدير اعمال ديالي متواجد معايا اليوم، وهما الشركه اللي غيكونوا بالنسبه للانتاج، يعني كل التحضيرات للحفلات كل شيء هما اللي تياخذوا له. فبغيت نعطي الكلمه ويزيد يتكلم اكثر على انا الشيخ عبد الله من الكويت. بدأت أعمالي على التجارة وفي منها الفن، وصار يعني سمعنا بعض الأغاني الفنانة نعيمة، والحمد لله يعني كلها ناجحة يعني في كل مجالاتها. والآن بدأنا أعمالنا كلها كثيرة يعني في مجال ان احنا ندعم على الاعمال اللي واصله يعني في المناسبات الحاليه. هو نعيمه، الفنانه نعيمه يعني كانت يعني من بعد تألقها يعني بصوتها وشهرتها يعني الكبيره وفي الفتره القصيره يعني صارت يعني اعلى نسبه، وفعلا يعني كانت دائما متألقة في أي مكان تغني فيه يعني بصراحة. هو أكيد بعد الاختبارات يعني صار عندها مستقبل، وما شاء الله يعني تفاعل كبير في آخر حفلة كانت مع نجوى كرم، وتفاعل كبير من الجمهور يعني أكثر من 2000 ولحد الآن، وكل عليها طلبات كثيرة يعني بصراحة. الأغاني المغربية هي اللي دائما وفي الوقت الحالي هي المتألقة يعني في مجالات الفن الآن، وأكثر يعني نسبة تحتويها كلها الأغاني المغربية. والله الفنانة نعيمة يعني ما شاء الله يعني هي من أعلى إلى أعلى، وصوتها يعني دائما رنان في كل مكان، والله يوفقها إن شاء الله يوفقنا معها. شارع يعني مفتوحة، فيها فيديو كليبات، فيها حفلات، ونسوي لها جداول يعني معينة على أساس أن احنا نكون قضينا الطريق يعني في وقت قصير بصراحة، يعني من شهرتها الجاية يعني إن شاء الله. أنا بدوري تنبغي نشكر مدير الأعمال ديالي والطاقم كله اللي تيشتغل يعني وراء النجاح ديالي بيان سور، وتنبغي نشكركم على الحضور ديالكم معايا دائما في الحفل، يعني في الحفلات في الجديد ديالي، وإن شاء الله تنتمنى أنكم دائما تكونوا متواجدين ومتبعين يعني الأحداث الجاية كلها إن شاء الله.